لما بيروح شهيد مرافق لوزير أو لنايب، شو بتكون ردة فعل العائلة؟ خليني خبرك شغلة رانيا. بي اللي كان يرافق الشيخ بيير كان يرافقه عقناعة، ما كان يرافقه إنه هو واجباته يرافقه. بي كان مقتنع بالقضية اللي حزب الكتايب ناضلت كرمالها، وكان عنده حب كبير للشيخ أمين والشيخ بيير الله يرحمه، وهو كان مع بيت جميل من قبل ما نخلق نحنا. حبه كان لبيت جميل، نحن ما فينا نقول له روح وما تروح وطاع وما تجي. يعني دايما كان في دايما كان خطر. صح، دايما الخطر كان موجود، ودايما كان يقلنا انه نحن انا بخطر، وانا يمكن روح وما ارجع، وانا بدي احمي الشيخ بيير بدمي. تعلمنا من التجربة الماضية واخذنا العبر من شهادة شهدائنا، ولهالسبب دعوتنا للتضامن أكثر من أي وقت مضى. فنحن أم الصبي، ونحن أم القضية، ونحن شهادتنا بلبنان مجروحة. إن الأوان إن نحط إيدنا بإيد بعضنا حتى ما نخلي الغريب يرجع بعد مرة يفرقنا. كيف كانت ردة فعل الوالدة إخواتك؟ صراحة كانت ردة فعل صعبة كتير، كونه بي الله يرحمه من نحن وصغار كان حيطنا كتير وكان حدنا وتعب كتير، ونحن خلقنا بأيام الحرب. يعني نحن أنا ووليد 77 خلقنا كان في حرب، وحتى إخواتي قريبين أعمارهم قريبين علي، يشتغل كذا شغلة لحتى نضل مأملنا اللي نحنا بدنا إياه، وضل معيشنا بطريقة مرتبة. أكيد الوضع كان كتير صعب. ربينا بطريقة كتير قلوية. أمي يعني كانت بوقتها بعد صبية، يعني ما كانت كتير كبيرة بالعمر، وكانوا مثل ما بقولوا بلشوا بدهم يطلعوا روترات. كبرنا أنا وإخواتي، وجينا بدنا نبلش نرد له جميل كنا ونريحه نتفي إنه طلع روترات أنت والماما وبسطوا حياتكم ونحن منشيل الشغل عنك. استشهد وصار اللي صار. كيف تلقيتوا الخبر بهالنهار؟ أنا صراحة دقت لي الوالدي، لأنه حكيها قبل الظهر وقال أنا بالوزارة عند الشيخ بيير، الشيخ بيير عباله لحم بعجين من دياتك، إذا في مجال تحضري لنا نبعت شاب ياخدهم. حرام، حضرت لهم ياهن وإجا شاب أخدهم. ولما سمعت على التلفزيون بقصة الاغتيال دغري خطر عبالي انه هو يكون عنده تحت او كان بعده معه او شيء، ما كانت عارفة. دقت لي قالت لي عم بتصل ببيك وما عم بيقدر يجاوبني، هو الخطوط واقفة، هو ما عم بيرد، هو ما عارفين شيء من شيء. ولا شان نسمع على التلفزيون والاخبار، وقمت انا كنت ببيتي صراحة، كان الساعة شي 5 بعد الظهر، وقمت طرت على المستشفى. وأول ما وصلت على المستشفى لكل الشباب تحت بتعرفني، مش تبع المستشفى يعني الشباب الحزب هني عارفوا قبل مني، دغري غمروني وفوتوني وخبروني الخبرية. وبلغت أنا الوالدة وصارت الخبرية معروفة. وهيدا الشيء اللي بيميزنا دائما عن غيرنا، إن قادرين نتطلع بأم شهيد أو ببي شهيد أو بخي شهيد أو ببنت شهيد، ونقول له بركة نحن ما قدرنا ولا طلبت إن نقدم لك شيء، بس نحن قادرين نطلع بعيونك امبارح واليوم وبكرة، ونقول لك إنه نحن أبدا لن نساوم على دم الشهيد. رحيل بيير جميل الفارس الشجاع كان خسارة كبيرة للبنان وضربة موجعة لعائلة الجميل يلي ولا مرة بخلت بالشهادة فداء الوطن. ومع كل اغتيال صار منتأكد انه هو اغتيال جديد لمستقبل لبنان.